السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم؟ عاملين ايه؟ ان شاء الله يا رب كلكم تكونوا بخير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. مساء الورد والفل والياسمين على اجمل متابعين. ان شاء الله النهارده هنعمل وصفه حلوه قوي بالتفل بتاع القهوه. الوصفه ديت مفيده وانا جربتها كتير، علشان انا عندي مشكله في ايدي من الصابون، معرفش بقى هتبان ولا لا. بصوا، شايفين الحتت دي؟ بتبقى عامله زي ما نكون، الحتت دي اهي بتبقى عامله زي ما نكون جايبه سكينه كده ومقطعه بيها او مشققه بيها ايديا. وهنا اهي ده بيحصل لي من الصابون، الصابون الميه الله اعلم. هم قالوا لي كده وخدت مراهم كتير، والمرهم بيعمل مفعول وبعد كده خلاص. قبل ما اروح في مصر كان الدكتور كان عاوز يديني حقن انا اخدها، انا اللي اخدها يعني، انا اللي اديها لنفسي. فانا طبعا مش هاخد حقن ولا هدي لنفسي اي حقن. فادي بصوا التفل بتاع القهوه ده، الفلتر اللي بنحطه في مكنه القهوه، مكنه القهوه السوداء اللي في وشكم دي في الاخر هبوريها لكم. بس بعد ايه هبوريكم الفلتر يعني اللي بيتحط ده، بتحط فيها وبتحط فيها حبه القهوه وبتنزل بقى الميه وبتنزل القهوه. اهي بصوا القهوه شكلها عامل ازاي اهو. لو ما عندكيش المكنه دي ممكن انت هاتي حبه القهوه، بس ده قهوه هنا بتاعت هنا، معرفش بقى تنفع بالقهوه بتاعتكم ولا لا. هاتي قهوه وحطي كده دوبي فيها حبه ميه وقلبيها وصفيها، وخدي ال وخدي يعني اللي هي الخلاصه منها. اهي بصوا انا ما بحطش عليه اي حاجه اهو، ده التفل بتاع القهوه. ادعكي بقى ايدي كده حلوه قوي 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 اهو. الحتت دي اللي هي المتقطعه دي، او اول ما بعمل انا الحركه دي بحس ان ايديا زي ما تكون مدهونه كريم، مدهونه سمنه، تبقى ناعمه. بس بقى انا بعملها ليه؟ عشان انا ايديا بتبقى بتاكلني وبيد عنكم ببقى عاوزه اقطعها، اجيب سلك الالومنيا واقعد اهرش فيها، فما بقاش متحملاها اهو. تعملي كده وخدي برضو لما تلاقي اللي في ايدك خلص خدي تاني. انا الصراحه ما بقتش ارميه، بقيت اعمله كده بيها يوميا عشان خاطر ايديا، علشان الكريمات انا باخد كريمات طبيه، مش كريمات اللي هي النيفيا والحاجات ديت، لا كريم اللي هو الكريم الطبي من بروشيتا يعني. افضل بقى ادعك فيها كده ادعك فيها كده، تبقى بتوجعني وببقى عاوز اهرش، وانا ما بعرفش البس جوانتي للاسف، ما اعرفش اصبن ولا اعمل اي حاجه وانا لابسه جوانتي. افركي بقى ايدك كده بيه، وفي ناس بتحط سكر وبتحط ميه وبتحط زيت، انا بس هو بس الخلاصه بتاعت البن وخلاص على كده. هشه في ايديا اهي واوريها لكم بقى. بصوا ايديا بقت عامله زي ما نكون حاطه فيها زي بقت ناعمه، بتبقى ناعمه وحرير اهي اللي بقول لكم عليها اهي اهي. مش عارفه بقى هتبان ولا مش هتبان التقطيع اللي في ايدي اهو. هنشف ايدي واوريها لكم تاني، وبعد ما نشف كل التقطيع ده كله اهو، ده مش عارفه له علاج. الكريم يمشي شويه وبيرجع يجي تاني. بصوا بقى ملمس الايد، ملمس الايد كل دوت ناعم وعامل زي ما تكون حاجه حرير، بيخليه يبقى حرير وبيخليه ناعم وحلو. بس المشكله اللي انا عندي دي حاجه طبيه، ده في ناس بتقول لك عليه اسمه ايه اكزيما، وفي الاطباء قالوا لي اكزيما، وفي اطباء قالوا لي عليه اللي هو التهابات من الميه ومن الصابون، من الميه او من الصابون. فطبعا مش هنستغنى عن الميه ولا عن الصابون، صح ولا غلط؟ فعلشان كده مش عارفه اعمل له ايه، وكل سنه بيحصل الموضوع دوت. هي مش اشف ولا حاجه ايديا ولا مقشفه ولا فيها اي حاجه الحمد لله. بس المشكله كل يعني لما يجي تغيير الجو،
الساقعة من الحر، الحاجات ديت بيحصل لي كده بقالي بتاع 10 سنين على الموضوع دوت. لكن من الاول ما كانش بيحصل لي اي حاجة، فانا مش عارفة هو من ايه او بتاع ايه. يلا بقى ايه، نخش على الفيديو اللي ورانا. طبعا هننظف الحوض واوريكم بيتنظف ازاي وهو بيلمعه. يعني ادي الليفة الكحلي دي بتاعت الكوبايات، بنغسل بيها الكوبايات الاول. الاول بغسل الكوبايات وبالليفة الكحلي، وبعد كده لما بخلص لو في كوبايات والشفشق بتاع القهوة برضو بغسله، وبعد كده بقى بخش على الاطباق بالليفة العادية اللي هي فيها السلكة دي. وانا بحب اغسل المواعين بالمية السخنة، يعني مية دافية من الحنفية، ما بحبش في الشتاء وفي الصيف بحب اغسلهم كده. والمسحوق اللي انا بستخدمه بحط عليه خل، ما بحطش حاجة يعني غير الخل. كنت الاول بحط بيكنج سودا، دلوقتي بطلت بحط الخل بس. ودوت اللبن كان بيفار في الميكروويف فغسلته علشان خاطر ايه. هنعمل دلوقتي وصفة للحوض، هنخليه بيبرق وبيلمع. بيكنج باودر، ده بيكنج باودر عادي، وده خل، والليفة والصابونة والايه والليفة والصابونة والمسحوق بتاعنا احنا العادي. هنزق من حبة. البيكنج باودر ده شغال، مش منتهي الصلاحية ولا حاجة. حط الخل، وادي ايه الليفه بتاعتنا اهي وفيها حته سلكه، وادي المسحوق. عملنا الخلطة بتاعت الحوض، الخل والبيكنج باودر والصابون العادي، وصبناه ونشفناه. بصوا بيبرق ازاي اهو قدامكم، اهو شايفينه. عملنا الخلطة اهي للحوض، شايفينه بيبرق ازاي اهو، باين قدامكم اهو بيبرق. وكمان الحوض دوت شقة ايجار، فطبعا في ناس بتنضف وناس ما بتنضفش، فعلشان كده ايه الحواض ما بتبقاش يعني زي لما بتكون انت في قاعده في بيتك لوحدك، ما فيش حد استخدمه قبل كده وانت عارفه بتنضفي وبتعملي ايه. فعلشان كده ايه، حتى لو هو مش بيبرق قوي، بس انا شايفاه اللي هو السلستين بيبرق قوي ونضيف وحلو وعجبني يعني. فالمره الجايه يعني انا بعمله كل ما بصبن بدعاكو، كل ما بصبن بدعاكو، بس الصراحة اول مرة اعمله بالبيكنج باودر.
انا جربت يعني، كنت بدعكه بالصابون السائل المواعين والخل، بس انا شايفاه هو بيبرق وحلو ونضيف ومفهوش حاجه. يعني انا ما الحوض ما شاء الله نضيف ومفهوش حاجه. وان شاء الله الفيديو عجبكم، وقولولي عاوزين ايه تاني، ولايكات كتير كتير كتير، وكومنتات كتير كتير حلوه زيكم كده وجميله. ويعني فضل وليس امر، اشتركوا في القناة واعملوا لي لايكات، ده حاجة ذوق ليكوا طبعا، اللايك والكومنت، وربنا يسعدكوا ويديكوا كل ما بتتمنوه زيادة. كل اللي بيعمل لي لايك وكومنت حلو بيسعدني. السلام عليكم.